من 3 شهور كده كان حفل زواج ولي عهد الأردن الأمير حسين والأميرة رجوة، وطبعا الحفل ده قلب الدنيا في العالم مش في الوطن العربي بس، وكانت حاجة فوق الخيال. لكن وسط الترتيبات والتحضيرات دي تظهر أم العروسة رجوة وتخطف العيون بلبسها وفستانها الجميل اللي كان من تصميم المصممة السعودية العالمية هنيدة صريفي، وكان بيعكس إطلالتها الثقافة السعودية بتصميمها وكمان بملامحها الهادية والمميزة. والكل بدأ يسأل هي مين دي، خاصة بعد ما الملكة رانيا قالت كلمتها لزوجة ابنها، فقالت وأخيرا بقى عندي كنة، بس مش أي كنة ما شاء الله عليها، دي رجوة، يعني مفيش لا أحلى ولا ألذ من العروسة دي لابني. وفعلا غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى. أنا فاكرة لما من كام شهر خبرنا حسين سيدنا وإنه ناوي يتجوز، وما أقولكوش قد إيه أنا كنت فرحانة. رجوة هي أحلى رجاء مني لرب العالمين لحسين. وقالت كمان لوالدة العروسة يا أم فيصل إحنا عنا بنقول دايما بتعرفوا البنت من أمها، وأنا بحكي لكم الأم جوهرة عزة، أنا ما بعرف أنا كنت مكانك قبل شهرين وبعرف شعورك، بس عايزة أطمنك إن رجوة بعيوننا وبعيون حسين وهي بين أهلها وناسها، فاطمئني عليها. عزة بنت نايف السديري الست أم رجوة آل سيف مرات الأمير الحسين ولي عهد الأردن، أصلها من السعودية، أصل بيقولوا إنها قريبة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود من ناحية جدها الأمير أحمد السديري، فهو جد الملك سلمان من أمه، وهي بقى حفيدة الأمير عبد العزيز بن أحمد السديري اللي ليه تاريخ طويل مع المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، أصله كان دراعه اليمين. عزة السديري عائلتها أصلها بيكون لقبيلة موجودة بجنوب شبه جزيرة العرب اسمها الدواسر، وأصل القبيلة دي بيرجع لمنطقة اسمها فخذ البدرين، وهي من العائلات قريبة الصلة بعائلة سعود، وهي العائلة المالكة بالسعودية، وبتتفرع قبيلة الدواسر لعائلات كتير، وبتعتبر عائلة السديري من العائلات اللي عندها أصول عريقة معروفة بالبسالة والشجاعة على مدى التاريخ بمنطقة شبه الجزيرة، علشان كده في اهتمام كبير بالمعرفة عن العائلة المشرفة دي. فعزة بنت نايف عبد العزيز أحمد السديري أحد أميرات المملكة العربية السعودية، والدها الأمير نايف بن عبد العزيز أحمد السديري، وجدها عبد العزيز أحمد السديري هو خال الأمراء والملوك السعوديين، وهي ساكنة في مدينة الرياض العاصمة السعودية، وجوزها خالد بن مساعد آل سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة سيف اللي بتعتبر واحدة من أهم وأكبر 25 شركة في السعودية، وكمان هو عضو في مجلس إدارة في الشركات المحلية والدولية الكبيرة، ده غير إنه عضو قيادي في مجتمع الأعمال في السعودية، وأسس كتير من شركات كبرى وعزز التجارة الدولية، وكان عضو في مجلس إدارة في مجلس الأعمال الأمريكي السعودي وغرفة التجارة العربية البريطانية، واشتغل في مجلس إدارة الغرفة الصناعية في الرياض. ورغم إنه أغنى إلى إن زوجته شريكة حياته عزة بنت نايف معروفة بتواضعها ومش بتحب تظهر في الإعلام، فيا ترى عمرك سمعت عنها قبل كده؟